أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا أبرز العناوين: إطلاق سراح للعري ذو أزدار بطاقة إداب السجن في حق عبد الكريم العبيدي على ذمة قضية التسفير. منظمات وجمعية حقوقية تحث رئيس الجمهورية على سحب المرسوم 54. أهلا بكم في تفاصيل. أكد الأستاذ سمير ديلو إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق علي العري ذو تأجيل النظر في القضية إلى يوم 19 من ديسمبر المقبل. وقال ديلو للصحفيين أنه تم تسجيل جملة من الإخلالات التي وصفها بالخطيرة، من بينها وضع العري مع مجموعة من السلفيين. تأجيل الاستماع السعلي و ابقى علي بحال صلاح، وهذا ما استجبت له السيد قاضي التحقيق بعد مرافعات مجموعه من المحامين. صارت بعض الحوايج الاخرى سواء في الاحتفاظ ولا توتر نحكيو عليها في وقت، صارت اخلالات واشكاليات بعضها خطير. في علاقه بين انه سالي يقلب و خطا، انا نعتبره خطا كبير ياسر، هو انه تحط مع مجموعة فيها سلفيين، يعني اللي هو صنفهم جماعة إرهابية، وذا مثل خطر ما عرفش حجمه إيش معناها. نحن نعرف أنه في القضاء كيبدأ وزوز متعاركين ما يحطهمش مع بعضهم، كيبدأ المواطنين لكل المواطنين، ولكن ثم اعتبارات أمنية سيدي، ما نقولوش حاجة أخرى. الأصل يجب مراعاة للأسف الشديد، ثم حوايج أخرى توفيق. من جهته اعتبر علي العريض إثر إطلاق سراحه في تصريح للصحفيين فجر اليوم أن محاكمته في قضية التسفير لبؤر التوتر هي قضية سياسية بامتياز. متواطئ مع ناس اللي هما حكموا عليا بالإعدام أول واحد من جام في 2012، معتبريني أكبر عدو ليهم على خاطر تصديت لهم وعملت خطة باش تصدينا لهم. الناس هذوكم بالذات، القضية اللي أنا نتحاكم عليها هي كمال وأني أنا متواطئ مع بعيد من شير الدولة تحاكم فيها على متواطئ، وهما حاكمين عليا بالإعدام. هذه فهموا وعدكم كيفاش تصير. شو الأسئلة اللي طرحت عليك؟ القضية هذه متقدمة بها شكاية، متقدمة بها مجموعة من أعداء النهضة، بحيث معناها دأبوا على التحامل عليها وعلى قياداتها وتشويهم، وحكموا حتى من أجل كثير من التصريحات المفترية. ويعني هذوما يكون عندهم من القيمة باش يجيبوا رجالة الدولة للمحكمة وللمحاكمة، كما لو أنه عندهم مصداقية. والثالثة، أنا أحاكم على سياسات اقترحتها على مجلس الأمن متاع الحكومة، واقترحتها على المجلس الأمن القومي برئاسة الدكتور مرزوقي، ولكن يحاكم العريض برك، وهي افتراءات غلطة، ولكن يأخذ العريض برك على قضايا انطلقت من جام في 2011، من 14 جام في 2011 حتى برسكل توا. لكن الناس الكل اللي تعدت من غادي كرؤساء حكومات وكوزراء، حتى حد ما يسأل ثم واحد بركة يسأل بالضبط. كما أكد الأستاذ سمير ديلو صدور بطاقة إداب السجن في حق رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي إثر الاستماع إليه بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس في قضية ما يعرف إعلاميا بالتسفير إلى بؤر التوتر. من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل، وتم خلال هذا الاجتماع النظر في سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة، علما وأن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء. وأكد رئيس الجمهورية مجددا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حق الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تبرر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة. وأثنى رئيس الدولة على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون عديد الضغوطات ولكنهم ثابتون صامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية. كما تناول هذا اللقاء مجددا
مجددا مشروع الصلح الجزائي وضرورة العمل على تطبيقه في أسرع الأوقات، لأن النصوص التي توضع يجب أن تطبق وفق نص البلاغة. كما استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نجلة بودن رمضان رئيسة الحكومة، وتناول اللقاء جملة من المواضيع من بينها جدول أعمال مجلس الوزراء القادم ونشاط الحكومة في المدة القليلة الماضية في كافة المجالات. وشدد رئيس الدولة على ضرورة انطلاق مؤسسة فداء في أعمالها حتى تنجز في أقرب الآجال الأهداف التي أنشئت من أجلها. كما تم التطرق إلى عديد المواضيع خاصة منها المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تطبيق القانون خاصة بالنسبة للمحتكرين، علما وأن العمل مستمر لوضع حد لهذه الظاهرة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترشيد التوريد من البلدان التي يسجل معها عجز تجاري متفاقم يوما بعد يوم، فضلا على منح الأولوية للمواد الأساسية، فالعجز مأتاه اختيارات سابقة وكثيرة هي السلع والبضائع التي يتم توريدها بالرغم من أنها ليست من الضروريات وفق نص البلاغ. من جهة أخرى، أدانت 31 جمعية ومنظمة حقوقية في بيان مشترك أمس المرسوم الرئاسي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حاثة رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد. وعبرت عن انشغالها إزاء ما تضمنه هذا المرسوم الرئاسي من أحكام تتعارض بصورة صارخة مع الفصول 37 و 35 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية وفق تقديرها. واستنكرت هذه الجمعيات والمنظمات قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم قالت إنه يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد، وقبل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة اليوم 17 من ديسمبر المقبل. دوليا، تتواصل حصيلة الوفيات في الارتفاع مع توسع رقعة الاحتجاجات في إيران غدا وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق. وبحسب حصيلة مجموعة من المصادر الرسمية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم إثر احتجاجات قالت وسائل أعلام إيرانية رسمية أمس إنها طالت 15 مدينة في البلاد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أطلق سراح للعري ذو أصدر بطاقة دعب السجن في حق عبد الكريم العبيدي على ذمة قضية التسفير. منظمات وجمعيات حقوقية تحث رئيس الجمهورية على سحب المرسوم 54. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، لكم أجمل تحية تام حمدي في أمان الله.